حول العلاقة بين القوات الكردية والعربية، أكد علوش أنه لا توجد أي حساسية بينهما، وأن كلا الطرفين هدفه محاربة داعش والقضاء عليه وتغيير النظام السوري إلى نظام ديمقراطي. سيد ماجورك سأل أحد الصحفيين، سأل هل هناك حساسية كردية عربية؟ الإجابة جاءت على لسان المحامي عبد الله نهير العريان، وهو بدوي من بدو الرقة. قال له لا توجد هناك لدينا أي حساسية، ونحن نعلم بأن نسبة العرب المساهمين في قوات سوريا الديمقراطية هي 67%. أضاف السيد عريان، قال بأن شقيقته الطبيبة حورية هي متزوجة من شاب كردي. أضاف بأنه سته يعني حبابته من أمه هي كردية، وقال بأن الأكراد كان لديهم مشروع سياسي وكانوا منظمين، لذلك هم أخذوا الأسبقية، ونحن مؤمنين بما طرحوه من فكر سياسي الذي يطلب وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويطالب بمحاربة داعش، ويطالب بتغيير النظام السياسي في سوريا لدولة ديمقراطية. فنحن ليست لدينا أي حساسية، ونحن كعرب نعمل في هذا المجلس ونتطلع إلى إنشاء مجتمع يتسع للجميع وليس مجتمع عنصري على أي أساس كان.